تروحوا هنا في حس العملي هتفرجوا عليه وتمسكوه كمان في عظمه مثلا معانا امسك العظمه دي يمين ولا شمال كويس ويسال بقى مثلا دي اسمها ايه طب دي اسمها ايه ماشي ما هو حس العملي دي هيبقى ايه عظم وجثث وبتاع مع امتحان صغنن كده ممكن سؤال اكتبه نظري شفوي وفي درجات طبعا بعرفها اول باول بص ايه هي البونز اللي في الابر لمب بص معايا ايه هي عظام الابر لمب قال الابر لمب لما تيجي تتفرج عليه كده بصوا عايز بقى ايه ننطق كويس في عندنا العظمه دي بصوا شيل بقى الكلام ده خالص كده دي اسمها كلافيكل اسمها كلافيكل ماشي مش عايز بقى اقول ايه الترقوه ولوح الكتف والعضد كلافيكل اسمها كلافيكل ده اللي هتقوله مش كلام ماشي اسمها كده بعد كده بصوا في عندنا عظمة دي اسمها سكابيولا اسمها ايه سكابيولا طيب بعد كده في عندنا عظمة دي ها اسمها هيومرس اسمها يا اخوانا ايه هيومرس ماشي يا في عندنا مين ها كلافيكل النطق كلافيكل ما هتقول كلافيكل اسمها كلافيكل هيومرس سكابيولا مش كده طيب بعد كده بصوا ننزل تحت شويه كده في عندنا عظمه ثانيه اهو دول جوه يعني ميديا صح بره يعني لاترال في عظمه في الميديال وعظمه فينها في اللاترال العظمه اللي في الميديال دي بيسموها النا واللي في اللاترال اسمها ايه ريدياس طب انا هسالكم سؤال اللي جوه اسمها ايه تاني قلنا النا واللي بره اسمها ايه ريدياس في مشاكل طيب لو انا جيت مثلا الناحيه الثانيه ايه دي ودي برضو ايوه ما هو بص ميديال ولاترال بالنسبه لمين للميد لاين مش ده الميد لاين صح كده يبقى ميديال كده يبقى لاترال كده يبقى ميديال كده يبقى لاترال خلاص يبقى دي النا ودي مين دي هنا الريدياس بعد كده عندنا مجموعه عظم كده تحت البونز بتاعت مين الهاند بس دي شويه عليها بقى مش عارف كاربال بونز وميتاكاربال بونز وفالانجيس البونز بتاعت مين دلوقتي مؤقتا ها الهاند واحده واحده كده بعد كده في عندنا مجموعه البونز اوف هاند طبعا ليهم اسماء بس بلاش عشان ما تهربوش دلوقتي خلاص حلو يبقى خلينا في دول كلافيكل سكابيولا ها هيومرس النا ريدياس والعظم بتاع مين ها بتاع الهاند مجموعه عظام الهاند ماشي طيب بص تعال نبدا كده بعظمتين دول مين دول ها سكابيولا اند ايه اند هيومرس هما فين دول اصلا نبدا بدي مثلا مين دي ها سكابيولا والله السكابيولا دي انا عايز اعرف بس وضعها في الجسم فين ماشي السكابيولا اهي دي السكابيولا ماشي مش ده القفص الصدري صح كده دول ايه دول هنا الضلوع ضلوع يعني ريبس واحد يقول هي ريبس ديت في الابر لمب لا في القفص الصدري انا بقول عظام الابر لمب من اول مين هنا ها الكلافيكل ها سكابيولا ودي اسمها هيومرس ادي البوم بتاع الابر لمب ما هو لازم اتشعلق في عظمه ثاني صح ده العظم بتاع القفص الصدري ده حاجه ثانيه خلاص طيب والله تعال بص على العظمه دي العظمه دي كده ورا القفص الصدري مش كده على ظهر مين القفص الصدري اهي والعمود الفقري ورا اهو السكابيولا لما تيجي تبص عليها عظمه مثلثه ايه شايفينها ليها كم ضلع ما بقول لك مثلثه ثلاثه يعني يكون خمسه ماشي ضلع فوق اهو ضلع جوه وضلع بره مش كده ليها كم حرف ثلاثه صح حرف يعني بوردر حرف يعني ها بوردر خلاص كده تمام طب سطح حرف يعني بص اهو بص اسمع كده شو عامله ازاي عامله المثلث ادي ضلع الثاني الثالث تمام ادي ضلع مش ضلع يعني رب بقول لك حرف يعني ادي واحد اثنين ثلاثة صح يعني كلمه سيرفيس سطح مش كده ولا كم سطح واحد قدام اهو مش كده واحد ورا مش كده يعني ليها
anterior surface و posterior surface. قالت طب استنى استنى الحروف بتاعتها الاضلاع بتاعتها كم واحد قلنا؟ ثلاثة. في الدايركشنز فوق يعني superior صح؟ تحت يعني ها inferior. جوه يعني لا جوه جوه بره يعني lateral قدام anterior ورا. في مشكلة في دول؟ طب بص يا سيدي رجعها في مكانها تاني. يبقى ليها ضلع ميديال وضلع لاترال وضلع فوق صح؟ ميديال بوردر لاترال بوردر سبيرو بوردر. فيها مشكلة؟ اهي تاني بص عاملة ازاي؟ البوردرز بتاعتها. فانا نجيب كده الاسكاب اللي قدامنا ونشوف اهو. شادي صح؟ انا بص انا الاول احطها في الجسم ازاي؟ اهي. شايفين عامله ازاي؟ مش ده اللي جوه صح؟ وكده بره وكده فوق. ادي واحد اثنين ثلاثه. خلي بالك عشان همسك السكابولا دلوقتي ونطلع على الكلام ده ماشي؟ يبقى تاني يبقى دي اسمها ايه؟ سوبيريور بوردر ها ميديال بوردر لاترال بوردر. في مشاكل؟ وقال لك يا عم المثلث ليه ثلاث اضلاع وثلاث زوايا صح؟ ادي زاويه بس مش زاويه قوي يعني صح كده؟ مين اللي باينه قوي؟ الزاويه دي صح؟ والزاويه دي باينين قوي مش كده؟ زاويه يعني ايه بالانجليزي؟ انجل صح؟ يبقى الانجل اللي فوق اسمها سوبيريور انجل ولا تحت اسمها انفيريور انجل؟ يبقى دي اسمها سوبيريور انجل. ما حدش يكتب حاجه ولا يرسم حاجه، الورقه ده هتصوروه بعد الحصه في الكلام ده بالظبط. اللي عايز منكم بس ما تروحوا الكام صفحه اللي كام كلمه اللي خدناها في جنرال تحفظوهم ماشي، والرسومات دي احفظوا مهنتها ماشي. طب ايه الرسومات اللي احنا هنرسمها؟ لسه ما خدتش الكلام ده لسه. في رسومات معانا كده في المنهج عندكم لازم ترسموها معايا عشان تتعلم رسمتها عامله ازاي. في اي مشاكل؟ طب ودي تحت اسمها قلنا ايه؟ انفيريور انجل. صعبه؟ طيب يبقى تاني كده بص اهي الاسكابل اهي. يلا يا شباب مين دي؟ انا حته في الاسكابل دي لاترال بوردر ميديال بوردر سبيرو بوردر بعد كده ها سبيرو انجل انفيرو انجل. هيجي بعد كده يقول لك ايه في العضلات بقى؟ العضله دي ماسكه في ظهر السبيرو انجل، العضله دي ماسكه في الميديال بوردر، دي ماسكه في اللاترال بوردر. انت عرفت بقى ماشي. ده بيحدد كمان في الميديال بوردر من ورا ولا من قدام، ولا في اللاترال بوردر من ورا ولا من قدام، بيحدد بالظبط. ومش كلها كمان ايه ماسكه في الميديال بوردر الجزء الفوقاني فيها او الجزء الوسطاني منها او التحتاني، ما انت عارف فين البوردر اساسا ماشي. طيب ايه كمان؟ ننتقل الموضوع شويه، نبص من قدام بقى. بص الحته دي حته غويطه كده، بص عامله زي مثلا بيقول لك ايه لما تلاقي عظمه فيها جزء غويط كده. بص بص المنظر عامل ازاي. دي الحته الغويطه دي بيسموها فصه، حفره يعني اسمها ايه؟ فصه. دي ماشي اسمها تاني ها فصه. الفصه دي اسالكم سؤال، هي فين فين اهي دي. طب ممكن نبص على المنظر ده احسن. ده فين دي؟ ها؟ عايز اعرف هي الفصه دي ناحيه قدام ولا ناحيه ورا؟ بص بص طب استنى بص اقول لك حاجه. هو العظمه كده لوحدها مش عارف فين قدام ورا صح؟ حطها على الجسم احسن. ها. فين فين؟ دي 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 قدام صح؟ وكده ورا صح؟ يبقى الفصه اللي بتكلم عليها دي قدام ولا ورا؟ قدام. قالت طب انت بتعرف ورا من قدام ازاي؟ شايفين العظمه البارزه دي؟ تبقى ناحيه ورا يعني. انت لما تمسك سكابلا بتلاقي فيها بروز كده من ورا، شايفين عامل ازاي؟ ده اللي ورا. يبقى انا لو معايا سكابلا بالمنظر ده كده او خلينا دي بقى كده قدام ولا ورا؟ بص ورا فين اهو، البروز اهو موجود، ده موجود ورا بس ماشي. عشان حتى في العمل اللي بتمسك العظمه في ايدك تعرف فين قدام وفين ورا. انت بتفتح عملي بتقول له دي يمين ولا شمال، والعظمه اللي متلونه دي اسمها ايه، ولو في عضله ماسكه فيها اسمها كذا. تمام بس واحده واحده يعني. احنا دلوقتي من ايه بنتعرف على العظمه دلوقتي؟ ده كده ايه قدام صح؟ الحته اللي قدام دي الغويطه دي اسمها فصه، اسمها ايه؟ فصه. فبيسموها اسم كده اسمها سب سكابولار فصه. اسمها ايه؟ سب سكابولار فصه. امال دي اسمها ايه؟
سبحان الله يخليكم. ها superior border, medial border, lateral border, ودي superior angle, ها inferior angle. في مشاكل؟ فاضل كم بيان كنت عايز اقوله؟ بص معايا, كده قدام صح؟ وكده ورا, مش ده الباك صح كده؟ العظمة الدرس دي موجودة ورا. لما تيجي تبص من ورا هنا كده, شايفينه؟ ايه البروز ده؟ البروز ده شايفين عامل ازاي اهو؟ هو ده كل ده, ده بيسموه سباين. اسمه ايه ها؟ سباين. كل ده كلمة سباين يعني شوكة, يعني بيسموه ايه ها؟ سباين. البروز ده كله, كل ده اسمه سباين. ماشي تمام. والسباين ده بيطلع منه بروز كده, بص عامل زي هو ده. فين على الموديل بتاعنا؟ اللي هو ده, ده. ماشي, يعني ده كله اسمه قلنا ايه ها؟ كل ده اسمه سباين, وتكملته ده بيسموه اكروميون. اسمه ايه تاني ها؟ اكروميون اسمه كده. ما حدش يقول لي ياما يا اسم, انا مش بقول دي اسمها اكروميون, خلصت ماشي. ده اسمه ايه ده؟ سباين. في مشاكل؟ العظمه كلها اسمها ايه ها؟ سكابولا. في مشاكل؟ يبقى ده اسمه سباين وده اسمه تاني ها؟ اكروميون. ماشي. طيب هو احنا كده ورا ولا قدام؟ هو ده الباك اهو صار كده. عرفت؟ يبقى انا بعرف الباك من الفرنت بمين؟ بالسباين صح. هو السباين ورا ولا قدام؟ ورا. خلاص كده. انا حتى في الشفه بسالك انت بتعرف الباك بتاع السكابولا من الفرنت منين؟ اقول له من السباين. السباين ده موجود فين؟ السباين ده موجود فين؟ في الباك. والسباين ده بيكمل مع حته عظمه كده اسمها ايه ها؟ اكروميون. ماشي. طيب واحد يقول لي بصوا كده قدام كان في فصه هنا صح, اسمها الفصه دي سب سكابولار فوس. اسمها ايه تاني ها؟ سب سكابولار فوس. هو ده الاكروميون؟ بصوا عامل ازاي. لا 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 لا, الاكروميون اهو, هو ده. ده في بروز تاني اهو شايفينه ده. ماشي. مين ده؟ اكروميون ده اسمه, بص بقى كده معلش استحملوني, اسمه كوراكويد بروسيس. كلمة بروسيس يعني بروز. يعني على فكرة انا بقولش حاجة, بقول العظمة دي اسمها كذا, دي اسمها كذا, دي اسمها كذا, ما شرحتش حاجة لسه. ماشي تمام. اسمها تاني ها؟ كوراكويد بروسيس. معايا؟ طيب يبقى اراجع معاكم بيانات تاني. يلا يلا شاطرين كده قولوا لي كده هنا مين ده؟ سباين. اكروميون اسمه ايه ها؟ اكروميون اسمه كده. طب لو لون دي كده في العملي ايه دي ها؟ اسمع, في العملي بيعملوا ازاي؟ دي سكابولا وبعدين بزود يمين ولا شمال. طب عادي تعرف يمين وشمال ازاي في العملي بقى فوق؟ ماشي. امسك السكابولا, بمسك ازاي اليمين والشمال وبنيتها ازاي واحطها على جسم ازاي في العملي بقى الكلام ده. دي حس العمل اللي بقول لكم عليها فوق بقى. ماشي. اي بوردر دي معلش؟ لاترال بوردر. طيب لو جه لو مثلا دي ايه دي؟ انفيرو انجل صح؟ بقوله دي سكابولا ودي انفيرو انجل وماسك فيها كذا. اما ناخد بقى النظري بقى دي انفيرو انجل. امال ايه دي؟ او دي لاترال, يبقى دي ميديال صح كده؟ ميديال بوردر. امال دي ودي؟ يبقى دي سبيريور انجل ودي سبيريور بوردر. ماشي. يبقى دي سبيريور انجل ودي سبيريور بوردر. صعب. طيب حاجه تانية دي كده كوراكويد, كوراكويد بروسيس اسمها ايه تاني ها؟ كوراكويد
بروسس ماشي. بروز دي معناها بروز يعني ماشي. اسمها تاني ها كوراكويد بروسس. يبقى ايه الفرق بين الكوراكويد بروسس والاكروميون؟ مين اللي قدام مين اللي ورا؟ الناحية قدام هي الكوراكويد بروسس واللي ورا هو مين؟ الاكروميون. طب ممكن نشوفها على الجسم عاملة ازاي؟ بتبان ازاي؟ يعني الكوراكويد شكلها عامل ازاي والاكروميون ده شكله بعمل ازاي؟ بصوا بصوا عامل ازاي يا اخوانا اهي. مش دي الاسكابيلا صح؟ تعال نقرب الصورة قوي. مين دي؟ ايش منظرها؟ ما انت مش هتدرس اسكابيلا لوحدها، هنحطها مع الباقي كله تمام، والعضلات بقى ونشبك دي في دي ودي تمام. يبقى انت لازم الخريطه كلها تكون فين؟ في دماغك. في ناس بيبقى عارف الاسكابيلا لوحدها عامله ازاي، الهيومرس عامله ازاي كويس، الكلافيكل دي عامله ازاي، بس اول ما يحط العظم على بعضه يتدهول مش عارف بقى اللي جاب دي مع دي، طب ايه اللي جاب اللي في الضلوع ماسكه في الكوراكويد، بيتلخبط. فاهم حاجه عندي ان انا ابقى عارف كل عظمه ايه تفصيلاتها عامله ازاي، والعظمه دي وضعها في جسمك عامل ازاي كويس. بعد كده يا عم عرفت الهيكل العظم بتاعك شكله ايه، حط العضله بقى، حط دي قدام، حط دي ورا، دي في الجنب، ماشي خلاص بقى الموضوع بقى سهل ماشي. طيب فدي اسمها تاني قلنا ها هي اللي باينه قدامها اهي صح. بص ورا مين ده بقى هنا؟ ده السباين. وده مين ده؟ ده الاكروميون ماشي. صعبه في مشاكل؟ طيب حته كده صغيره اقول لكم عليها. بص لسه هنتعلم نرسم زي الاسكابيلا دي، نرسمها ازاي وازاي احط عليها عضلات. اصلا مفيش حاجه في الامتحان ارسم اسكابيلا، لا مفيش كلام ده، ارسم العضله الفلانيه كويس. فالعضله هحط العظم الاول وبعدين احط العضلات عليها تمام. يبقى انا في اسر رسم، بس الاول بنحفظ بس بيناتهم ايه تمام. معلش ده اسمه ايه تاني؟ سباين. قال لك بص يا سيدي الحته الواسعه دي اسمها فصه صح. قال طب ما هو ورا برده بص في عندك حته واسعه وحته واسعه صح كده، في مشاكل. وكل واحده برضو اسمها ايه؟ اسمها فص. قالك طيب اللي كانت قدام دي كان اسمها ايه؟ ها سب سكابولار فص. اسمها ايه؟ سب سكابولار فص. والله يا اخوانا الموضوع سهل، هو الفكره بس احفظ الاسم خلاص. مش هيجي يقول لك ايه ايه تعريف السب سكابولار فص؟ تعريف ايه؟ الحته اسمها سب سكابولار فص. بقى كده في عضله ماسكه في السب سكابولار الفصه وراح مش عارف في الجزء الفلاني، يبقى انت عارف فين الفصه وخلاص ماشي. فاهمين يا اخوانا؟ فاخره في الشفه ويقول لك ايه هي السب سكابولار الفصه دي في وش الاسكابولا ولا في ظهرها ولا في وشها ماشي. مش هي قدام دلوقتي ها في وش الاسكابولا. طيب ده اسمه ايه؟ ها سباين. ففي عندنا حته فاضيه فوق السباين وتحته مش كده. الحته الفاضيه اللي فوق ايه؟ بص فوق السباين يبقى اسمها هو عامة دي كده فصة برضو ودي كده ايه؟ فصة. بس في عندك فصة فوق السباين واحدة تحت الايه؟ السباين. فوق السباين اسمها سوبيريور يعني فوق صح؟ انفيريور يعني تحت كده. فقال لك بيسموها بصوا سوبرا سباينس فصة وتحت اسمها ايه؟ انفرا يعني تحت يعني. يعني كلمة سباينس دي تحت مين؟ ها السباين. يبقى في كم فصة في الاسكابيلا؟ ثلاثة. وكم بوردر في الاسكابيلا؟ ثلاثة. تعال نعد كده مع بعض. في كم فصة في الاسكابيلا؟ عدوا معايا كده. واحد. في واحدة في الفرنت صح؟ واثنين في الباك. مش كده برضو؟ مين اللي في الفرنت؟ في الفرنت دي اسمها سب اسكابيلا الفصة صح كده؟ في الفرنت اسمها سب سكابولار الفص. مين اللي في الباك؟ اتنين. قال لك بص فوق السباين مش كده وتحت السباين مش كده برضو. اللي فوق السباين اسمها ايه؟ سوبرا سباينس فصة. تحت السباين اسمها انفرا سباينس فص. صعبه؟ في اي مشاكل؟ اخر حاجه في الاسكابولا دي واحنا لو دخلنا العظمه دي فاكرين كان اسمها ايه؟ هيمرس صح؟ ودي سكابولا.
المفصل اللي بينهم كان اسمه ايه؟ شولدر جوينت. فاكرين ان كان اسمه ايه ده هنا؟ شولدر ايه؟ شولدر جوينت. قال لك بص الشولدر جوينت عباره عن ايه؟ العظمه دي اللي اسمها الهيمرس عامله تمفصل مع الاسكابولا، فلازم في حاجه زي طبق كده في الاسكابولا يبات فيه، صح؟ مش كده؟ ازاي اهو ده؟ مش متعامل ازاي الطبق ده؟ تمام. اسمه ايه ده؟ قال لي بيسموه ده، اهو شايفين ده ليه اسم كده؟ اسمه جيلينويد كافيتي. اسمه ايه؟ جيلينويد كافيتي. فيها مشكله؟ اسمه تاني جيلينويد ايه؟ كافيتي. وشكرا كده على الاسكابولا. تاني كده مع بعض نرجع البيانات مع بعض فيها كلها تاني. يلا الاسكابولا عظم مثلث، صح كده؟ ليها كام بوردر؟ ثلاثه. ها سبيرال بوردر، لاترال بوردر، ميديال بوردر. الزوايا المشهوره اللي فيها ها سبيرال انجل، انفيرال انجل. خلاص كان في بروز ورا كده اسمها اسمه سباين، صح كده؟ السباين اسمعوا لي بقى بينتهي مع عظمه اسمها اكروميون، والاكروميون قدامه كوراكويد بروسيس، يبقى ده اسمه ها اكروميون كوراكويد، صح؟ بص بص بص، والاكروميون والكوراكويد تحتهم مين ده؟ جيلينويد كافيتي. مش ده اكروميون؟ ده اسمه كوراكويد، صح؟ تحتهم ده اسمه ايه؟ جيلينويد كافيتي. اسمه ايه؟ جيلينويد كافيتي. في كم فصه؟ سب سكابولار فصه، سوبرا سباينس فصه، ها انفرا سباينس فصه، سوبرا سباينس فصه، انفرا سباينس فصه، سب سكابولار فصه. صعب؟ في مشاكل؟ لا حلو قوي، 100 100 كده ماشي. يبقى اما اقول لك عضله ماسكه في السوبرا سباينس فصه، ماسكه في الانفرا سباينس فصه، خلاص بقى ماشي. فاضل بس ارص العظمه على بعض بس وخلاص، ماشي تمام. في اي مشاكل؟ طيب العظمه الثانيه